سلام البنات ومرحبا بكم في قناة أم تميم. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. أنا الحمد لله في نعمة. لغوتين تاع اليوم راح تكون بزاف بزاف شابة، فيها أفكار فيها تدابير رائعة يا البنات. نقول لكم ما تزابيوش وما تنسونيش بالجام، هذاك الجام اللي يحفزني ويبين لي بلي لا فيديو عجبتكم. الروتين تاع اليوم بديته لكم من الليل. هنايا في الليل واش ندير عشاء واش ندير، كيما كل امهات الجزائريات نخمو الصباح واش نطيبو عشيه واش نطيبو. اي با قلت ندير دي ساندويتش هكا، حاجه خفيفه سورتو النهارات اللي يكون عندي الشغل. تلقاوني غير نسلك، ما ندير لا وصفات جديد لا حتى حاجه، يعني نسلك بحاجات اللي نعرفهم، حاجات خفاف حاجات سهلين باش نخدم شغلي. من بعد كي يكون شغلي مرتب وكل حاجه منظمه، تما نتقعد للوصفات جدد ونديرو مملحات افكار جديده. بالنسبه للابانينز ديالي اللي بزاف يجوني اسئله حتى اليوم باش والمت هضره نهضر لكم عليها. بون راهي كامل مسب كامل فوق. لا مارك تاعها غايلون، هاد لا مارك هايله، يعني راهي ناجحه. انا صافي شحال ملي شريتها، عندها 3 سنين شريتها ب 450 ألف، نشفى 470 خلاها لي 450. البنات كنت درت تشحيحه وشريتها، يعني ما ننساش لو بري تاعها باسكو بهذيك التشحيحه لمي تقريب 2 ملايين وشريت بها قدره وكسكاس، شريت بها شحال من حاجه كانت خاصتني للكوزينه. من بعد هذوك لي ساندويتش عمرتهم، درت فيهم باتي طوماطيش فخوماج، هذاك لو بولي ماريني وبانينيتهم كيما شفتوا، وتعشينا بهم بالصحه والهنا والحمد لله على النعمه. كيما دائما نقول لكم لازم نحمدو ربي ونشكروه، وقد ما نحمدو هو يزيد لنا في الخير ديالو والرزق ديالو. من بعد هنا غدوه من داك الصباح نطلع ماشينه لافي، توجور نسبق في الحوايج. هنا شوفوا بالك كانت 8 ولا 8 و10 راح تميم يقرا من انا ديريكتومون لا ماشينه لافي نديرها ونخليها الدور ننساها. العشرة ونص 11 تكون كملت نروح ننشرها. الوحده كي تنوض الصباح عبالكم تبروفيتي تخدم الشغل بزاف، يا حسره لا جورني تاعها تطيح فيها البركه. باغ كونط وحده لي ما تنوضش بكري بيان سور راح ما تلحقش لشغلها، ما تقدرش دير حاجات بزاف في هذيك لا جورني. هنا تاني رحت باش نخمل الحوايج هادوما، القجور هادوما تاع البلاستيك هادو اللي راني منظمه فيهم، حوايج تميم وتسنيم تاع كل يوم هكا اللي يلبسوهم دائما تاع الدار تاع برا، منظمتهم هنايا توجور نطويهم نروليهم كي المرقازات ونحطهم هنايا. شوفوا البنات بديت نفرغ فيهم، اسبيريت كامل هادوك القجوره، وشوفوا تسنيم اونديغي كانت تحوس في حوايج شيفون، تموت على الحوايج وعلى التقلاب وتحوس كيما قلت لكم، تقول راهي تحوس في الشيفون. عبالكم ضحكتني قلت والله غير نصورها لكم باش نتوما تاني تشوفوها، وعلى بالي كامل الوليدات هكايا كامل اللي يحبوا يخربوا يحبوا يمسوا. المهم نظمت هذوك القجوره كما قلت لكم، بروفيتيت الصباح ما كان عندي والو، الوحده تخدم شغلها. بالنسبه للشركه دي اكس ان يا البنات، اليوم تاني جيتكم برابط جديد باسكو الروابط اللي نحطهم الله يبارك راهم يتعمروا. على بالي فئه كبيره راهي واعيه وعلى بالها بهذا العمل هذا كيفاش يصير ومدى النجاح ديالو. حبيت اليوم نجيب لكم رابط جديد تاع الواتساب، وكما كنت قلت لكم كل رابط عنده مدربه تاعو وكل مدربه كيفاش تفهم، يعني الا ما فهمتيش المشروع في الجروب الاول اكيد راح تفهميه في الثاني، ولا ما فهمتيش في الثاني تفهميه في الثالث. هذا المشروع لكل امراه مهتمه حابه تغير من نفسها، طموحه حبت تولي يعني عندها استقلاليه ماليه واستقلاليه معنويه. اكيد المصروف تاعك يولي تحتك، تولي خدامه غير من دارك، ما تعياي ما تخرجي ما تدخلي، هذاك الوقت الضائع اللي تقعدي تضيعي فيه في التليفون منا ومنا راح تستغليه وتربحي به مصيريفه. وكي نقول مصيريفه ماشي دراهم قلال يا البنات، تولي تخلصي بالاورو صدقوني ما رانيش نهضر عليه في باطل، والله يا البنات غير مشروع ناجح 100%.
ننصح به كل وحدة راهي قاعدة في الدار، يعني حلال تاني بدون ديبلوم بدون رأس مال. راني دايما نعاود لكم نفس الهضرة هكا باش كامل تستفادوا، واللي ما قنعتهاش في فيديو يعني اللي جازو راح نقنعك في هاد لا فيديو. وانا يا راني غير سبة نجيب لكم الروابط، راني نربط بين اي وحدة فيكم مع العمل ديالها. ما تقدريش كامل تعرفي ربي واش راهو مكتب لك من الغدوة، يعني ربي كي يحب يرزقك يدخلك في هذا المشروع تدخلي بقلب الصافي والنية باش تخدمي وتسترزقي وتوكلي على ربي سبحانه، أكيد ما راحش يضيعك والرزق تاعك يلحقك حتى الباب الدار. فوالا، نتمنى من قلبي اللي مازال ما دخلتش تدخل، باسكو ما راحش تندموا يا البنات. على بالي كاين تعاليق سلبيه، كاين نساء سلبيات، كاين اللي تقول لك لازم تشري ولازم منا. ماشي لازم يا البنات تدخلي ومن بعد ربي يعمل التاويل. ربي ان شاء الله يوفقكم، ونقول لكم حظ موفق لكل وحده فيكم، والله نتمنى لكم النجاح من قلبي. ربي لي عالم، ان شاء الله كامل تنجحوا فيه وكامل تولوا تدخلوا منه دراهم وكامل تستفادوا منه. الروابط راهم في صندوق الوصف وفي اول تعليق. بزاف لي ما تقدرش تدخل من اول تعليق، نقول لك تدخلي في الرابط في من صندوق الوصف عادي جدا. احنا كيما شفتوني خملت حوايج وليداتي رتبتهم هكايا تاع فيتفي، ورحت باش نوجد معاكم الصابون السائل. هاد صابون السائل اللي ناضت عليه القيره يا البنات انا والزوج، واش نحكي واش نخلي. كان غير ما شرى لي هذاك ليكيد لوشا، انا نشري لوشا وكيما على بالكم غالي شويه، يدير 70000، كاين اللي بالك يجيهم غالي بزاف وان بليس ما يشدش. كي نقول لكم يشد لي المينيموم 15 يوم، سورتو اللي عندها دراري تغسل بزاف مع دوكا لا بيريود تاع الفراش، وراني نغسل في الزرابه وراني نغسل في كاع الحوايج تاع الشتا باش نعاود نخبيهم، ما راهوش يشد لي. كان عنده 3 ايام ولا 4 ايام اللي شرى لي قرعه وخلاصت لي. ايبان كي زدت قلت له يا الزوج زيد شري لي وحده، دار لي حاله قال لي كيفاش راكي تخسري فيه، راكي تاكلي فيه ولا راكي ترمي فيه، واش راكي ديري، ما عنديش 3 ايام جبت لك قرعه تاع 70000. المهم ايبان اليوم قلت باش نقتصد، وصح عنده الحق. يعني هادو ما التدابير اللي نقصوا علينا اكيد في المصروف، تسحقي تشري حاجه وحده اخرى، تسحقي تزيديهم في اي حاجه في الدار. هادو من النصائح والتدابير انا نحب نقوم بهم، يعني كسوسوا عندي الدراهم فايدين عليا ولا ما عنديش. مام يكون عندك ماشي مليح التبذير ومليح تقتصدي، سورتو كي تكون التدبيره ناجحه ومليحه. هاد الصابون السائل اللي شحال من خطره خدمته معاكم، واش ندير فيه؟ عندي صابونه صابون حجره عادي، انا كيما اليوم استعملت اكل ريحته تهبل، ماشي ريحه هذاك الصابون الفايح هذاك. نرابيه في الخشين، ندير له نص كاس ولا كاس غير ربع تاع الخل هذاك تاع التنظيف، خل سبيسيال تاع التنظيف من الاحسن، خل البستان، وتاني نزيد له كاس تاع لو ليكيد هذا تاع لا ماشين هكا باش نقتصد. دي فوا ندير تاع الجافيل حوايج البيوضه، ودي فوا ندير تاع الحوايج الملونه. كيما اليوم درت ديريكتومون تاع الحوايج الملونه، قلت هكا باش نعاون به، والحاجات اللي ندير فيها الجافيل هذوك باينين. فوالا، هذاك الكاس ارميته كامل في الخليط تاعي. من بعد واش ندير؟ ندير له حوالي 5 ولا 6 ريتلات تاع الماء يكون يغلي. انا سخنت لا كوكوت مينوت، سخنت يعني الماء في القدره ولا في كوكوطه ولا واش حبيتو، ورميته من الفوق. من بعد زدت كميه وحده اخرى تاع الماء، نخلط هكا بون سباتول ولا بفوي ولا بوش حبيتو، حتى وين تحسوا هذاك الصابون بدا يدوب تماما. كيما شفتوا البنات هذه التدبيره رائعه، شوفوا تخرج لكم الحوايج وان بليس تقتصدوا، ما يصرى لكمش كيما انايا في 3 ايام كليت قرعه تاع الليكيد هذاك غير مع الفراش ومع الزرابه وكامل راكو تعرفوا. وسختو تاني اللي عندها دراري صغار كيما انا نبدل لهم صباح وعشيه، يتمرمدوا اون دي غير راهم يلعبوا بالتراب. وهاد التدبيره البنات انا درتها معكم شحال من خطره، برك هاد المده ما درتهاش، التهيت مع شغالات واحد اخرين وكامل ما قعدتش. اليوم صبحت عليها، كانت وقيله هنا 9 ولا 9:30 كنت سي بون درتها وخليتها تبرد باش تعقد لي. بالنسبه لفطوري راح ندير جواز،
كيما شطيتها اون ديغي شطيتها لحم ولا شطيتها بطاطا، بصح هي لحم وبطاطا. فوالا هنا الثوم هاي ليك تدبيره يقعد على حالو، نقشرو نخبيه في بطاطا الزجاج بلا ما نغسلو. الكميه اللي نجي نستعملها نشللها تحت العين ونرابيها ولا نسكرفجها عادي. بالنسبه لهاد الميني اشواغ تاني اللي راكو تسقسوني عليه، بزاف هايل. انا البرادروا تاعي في الكوزينه كان لحقني من عند يسارة ماركت، تلقاو الكونت تاعهم في الفيسبوك في الانستغرام. يسارة ماركت راني كنت شاركت معكم بزاف من توجات تاعها، رائعة رائعة. هنا هذاك اللحم تاعي قليته في شوية تاع الثوم والزيت، كان عندي يعني قطع تاع اللحم البقري. نتوما اللي ما عندهاش اللحم تقدر دير الدجاج، اللي ما عندهاش تقدر دير نفس الطريقة غير بالبطاطا وحدها. يعني شطيتها بطاطا عادي، زدت سكرفشت حبة تاع طوماطيش نحيت لها القشرة ديالها، رحيتها كامل وقليتهم في الزيت هذاك، شوية تاع الملح، ليزيبيس عندي فلفل كحل، شوية تاع الكمون. ما تكتروش الكمون باسكو يجيكم مر، دايما الكمون في الشطيطحة ديروه مع الاخر، ولا درتوه مع الاول ما تكتروش، ديرو غير قر صابرك. وزدت له فلفل عكري حمر باش الجواز تاعي يجي حمامر الله الله ويشهي. كيما شفتوا قليتهم، مرقت بالماء، الماء دايما ما نكترش باش ما يجينيش المرقه تاعي شرور وما تجيش بنينه. خليتها بدات تغلي وغلقت لا كوكوت مينوت ونخلي هذاك اللحم تاعي يطيب في غرضه. هنا بالنسبه للبطاطا تاع الجواز دائما نقطعوها فلايك، حنا نقولوا هذه الطريقه تاع التقطع نقولوا لها بطاطا فلايك، هكا يجيو كيما الفلوكات. هذه سبيسيال تاع الجواز. قطعتهم حطيتهم تكوتي، داك الثوم ديتو للفريجيدار، بدات تغلي لي غلقت عليها وخليتها طيب. بعد ما طاب لي اللحم بيان سور نفتح لا كوكوت نحي لها النفس ديالها. اللحم مسيتو بالموس لقيتو طايب زبده، يعني طري واش نحكي لكم. تما في هذه المرحله ضفت له البطاطا. هنا تقدروا تاني تزيدوا الحميصه، تقدروا تزيدوا جلبانه، تقدروا حتى تزيدوا زروديه مقطعه كديروندال، لكم الاختيار. حطيت البطاطا وغلقت عليها، وبعد واحد دي مينوت يكون الجواز تاعي واجد، ندير له غير شويه معدنوس وهذاك ما كان. بالنسبه للوصفه اللي درتها المور العصر مع العصر عفوا، درت لي بينيه. شوفوا لي بينيه عندي كاس تاع فارينه، مغرفه صغيره تاع لافاني، مغرفة صغيرة تاع خميرة تاع الخبز ولا مغرفة ونص. بالنسبة للمغرفة يعني تاع الديسير ماشي تاع قهوة كحلة. عندي تاني مغرفة ونص تاع السكر والرشة تاع الملح، اكيد ما ننساوهاش ضرورية باش اللي بيني تاوعنا ما يجوناش مسوسين. وعندي تاني نفس المغرفة تاع لامارغارين تكون يعني معمرة مليح. هذا ما كان نخلط هاد المكونات مليح بيدي، نبسسهم مليح ومن بعد نطمهم بالحليب يكون دافي. هاد الوصفه تاع البيني ناجحه وبنينه ويجو خفاف، ما يشربوش الزيت، وتاني يلصق فيهم السكر بكل سهوله، يعني كسوسوا يبردوا ولا سخونين يلصق فيهم السكر. هنا شوفوا هذيك الدبانه هبلتني هبلتني، قاعده غير نحاوس فيها وهي تجي الدور تما. المهم وقت الدبان يعني تحلي تواقي يصدم كل الجيش الهجوم. هنايا هذيك العجينه تاعي نطمها كيما تاع الفطير سوا سوا، من بعد ندلكها. بون انا درت لكم كونتيتي صغيره لانه كاين واحد المشتركه قالت لي غير انا وزوجي، يعني عروسه جديده، قالت لي تعيشي ديري لنا وصفات يكونوا صغار باسكو ما نعرفش القيس كيفاش نكيل الكونتيتي صغيره. سي بوغ سا درت لكم كيله صغيره. هذه الخبزه دير لكم 6 حبات، انا كنت دوبليت لا كونتيتي اكيد باش برك نوري لكم. اللي تحب الدوبلي دوبلي عادي، كل خبزة فيهم ولا كل كيلة كاس فارينة يخرج لكم 6 حتى 8 حبات، سا ديبون إلا درتوهم صغار ولا درتوهم كبار. هاي ليك العجينة تاعي بعد ما خليتها ريحت شوية ولا خمرت واحد الخمس دقايق، نجي نفتح كل خبزة مدورة كيما الكسرة سوا سوا ولا خبز فطير، نحطها تخمر في الطرشونة. انا لي بيني توعي اكسبريس، ما نروحش نفتحهم مدورين وبعد يقعدوا لي لي شوت، يعني نضيع الوقت شويه. اللي عندها الوقت تحب ديرهم مدورين اللهم بارك، واللي تحب ديرهم هكا فيت في مع قهوه العصر لوليداتها هكا سخونين الله الله، تقدر تقطعهم مثلثات كيما راني ندير انا. تحبوا تقطعوا الخبزه على 6 ولا الخبزه على 8، خليتهم يخمروا كيما شفتوا، ما تفتحوهمش خشان بزاف ولا رقاق بزاف.
هنايا الزيت تاعي كان سخن، هذاك الصابون السائل اللي خدمته معاكم الصباح شوفوا كيفاش ولا بدا يعقد لي. ان شاء الله في الروتين الجاي نوريكم النتيجه تاعو بعد ما يبات ونفرغو تاني في هكا بيادن سبيسيال باش نولي نستعملو. بزاف هايله هاد التدبيره، ساعات نزيد له لا بيكربونات، ساعات ما نزيدلوش، كل مره وكيفاش. اون بعدا بديت نقلي في هادوك لي بيني اللي الريحه تاعهم دارت حاله، شهيتكم في الجنه، نتمنى تجربوهم. الوصفه تاعهم نحطها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف، اللي تحب تزيد تروح تشوفها. شوفوا حبيبات تنفخولي وحبيبات ما تنفخوليش، باسكو كانت الزيت بارده في الاول ورحت قليت فيها سي بوغ سا. وشوفوا ما يشربوش الزيت يا لو كان قطره. هاد الوصفه رائعه، وعلى بالي راح تقولوا لي لا نقدروا نبدلوا لا مارغارين بالزيت، عمري ما جربتهم بالزيت، يعني ننصحكم تجربوهم كيما راهم، ما تبدلوش لا مارغارين بالزيت باش تجيكم سواسوا كيما انا، يجو خفاف بنان ساهلين ما يشدوش الوقت. هكا تعفيت في مع قهوه العصر اللي ما تلقاش باش تستقهوى، توجديهم في واحد نص ساعه ولا ساعه غير ربع. هنا كيما شفتوني قعدت نقلي فيهم على النار تكون متوسطه باش ما يخرجوا ليش عجين. اللي تتحمر نقلبها اكيد، كاين اللي تنفخو كاين اللي ما تنفخوش كيما قلت لكم على حساب الزيت. الا كنتم قويينها رايحين يتنفخوا ومن بعد نقصوا لها شويه، يعني مع الطياب رايحين تفيقوا لي زاستوس هادوما. هنا شوفوا السكر كيفاش يلصق بكل سهوله، كاين بزاف اللي يديروا لي بيني السكر ما يلصق لهمش، هاد الوصفه يلصق لكم فاسيلمون. المعجون كان عندي هذا تاع المشماش وتاع لافخاز، يعني كانت بعثته لي مرت لوسي. واش نقول لكم، المعجون تاع الدار زاد فيهم النص، ننصحكم كي ديروهم ديروهم بالمعجون تاع الدار، يعني اللي يكون مخدوم في الدار خير من اللي يتباع من برا، ولا اللي يتباع برا يكون نوعيه مليحه، هذاك اللي يتباع في البلارات تاع الزجاج يعني فريمون جا هايل فيهم. هاي ليك هنا رمتهم في السكر، بيانسر عمرتهم بالمعجون، درت حبيبات بلافخاز وحبيبات بالمشماش هذاك، شهيتكم في الجنه، نتمنى تجربوهم وتفرحوا وليداتكم. ونتمنى تاني يكون الروتين تاع اليوم عجبكم وفاتكم. هنا البنات لحقنا لنهايه تاع لا فيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم. سلام سلام، نحبكم موت عليكم، تساو الجيم تاع ماما بونوي.